قال شنو منين لي في الدار؟ اما زاد هذا هاو كلام ربي. وهاو قالوا لي في تركيا وأوزباكستان بلدان مسلمه ويورو قد قد كان يلقاونا حل ما يسالش. شنيا شنيا يلقاو لك حل؟ شكون اللي يمشي يلقى لك الحل؟ لا حاك لك، معناتها تحب تقول انا وسيدي خويا نورثوا قد قد. سيدي خويا يا لله يا لله على سيدي خويا، سيدي خويا راهو تيرزي. وين خياطة؟ اما تيرزي وما خياطة. تحب نقول لك الفصل 21 من الدستور شو يقول؟ المواطنات والمواطنين من سوية الحقوق والواجبات. مواطنة راه مش مواطنة، تقول جاوب. نزيدك؟ نزيدكم؟ الفصل 46 من الدستور. الدولة تحمي حقوق المرأة المكتسبة وتعمل على دعمها. هذا الدستور اللي قال مش انا، علاش تكون فيه المالة؟ اكهو الدولة يلزمها تشد صحيح في كلمتها وتتحمل مسؤوليتها، وانا ما نورث كل قد قد. سيدي خويا عزيز وغالي، من اللي صغار انا نقرا وهو يلعب، انا نطيب وهو يرهج، انا نقضي وهو بارك، انا مغمومة وهو متفرد. تي انا بباصة وهو يجيب صاحبته للدار، وانتم تحكي لي على المساواة؟ خلوها جو تحكي. انا شين كنت وباش خاطرني خلاتو جي غاليري من البنكاج باش يعطيني قرض للخدامة اللي ما كانوش يمنوا بيا. اي بورتون عملت على روحي وحليت وسكرت وعودت حليت لين وقفت على ساقيا. اي جو نو ريغريت با. هذاك علاش قلت لك ماهي جو حكايه هيريتاج، هي سيتواسيون كامله تعاني منها المراه. انا كمثقف عربي اطرح السؤال بصفه عكسيه، يعني ماذا لو ان للانثى حظ ذكري؟ ترى كيف ستكون عائله الاطفال عشر ذكور؟ معناتها كل واحدة من بناتي باش تاخذ أربع، وبنتي الأخرى باش تاخذ أربع،
ولدي شيخ الربعية 2 على 4 معناتها النص والنص الآخر مش تقسم عليهم الزوز لو هذا منطق الربع البنتي وزيد الربع البنتي وزيد الربعين 2 على 4 1 على 4 مع 1 على 4 مع 2 على 4 نقسم على 4 يساوي 1 4 على 4 يساوي 1 يعني هالقسمة صحيحة شنو هي الحسبة؟ شنو هي الحسبة؟ 3 صغار ونقسم على 5 وثلاثة صغار ونقسم على 4 توا معقول؟ هبلوني صغار شو بهم هل شبيه كل شيء يتعرضوا عليه كل شيء يتكلموا عليه دائما يقعدوها ما يعرفوا يعملوا حد شيء مع بعض عليه هكا نهار احد نحب نرتاح جمعه كامله نسلك ما نرتاحش نهار هينينا نعيش فيكم جمعه كامله كل يوم كل ساعه قضيه صابون فطور لا عبر البدايه خسر صابون عبر الزبله الزبله مش انا نهبط فيها تلابس بارك خير شبيه كل شيء يتعرضوا عليه الشجر، الدبلة، الشيبس، الشرطة، كل شيء. شو مازال هاي رجعت القراية، تب ترتاح منهم يروحونك من الليل لليل، نرجع هنا الكرفي تاع هز ورد. أنا اللي مش الرب أنا شفت لها بيها، تروح نستنى البونتري. إيش صار؟ شو مازال باش يصير؟ دخلت للبيت لقاو جايين كبر بعضهم، الكبير بارك على السكين الفلفل، الآخر عود صبعه في عين يخوه، الأخرى بالصابوين على اليوسف. علاش؟ على الكراس. أنا كراس. تعرف شلون؟ يزيد الكراس يجي يقوم بالقراية ما هو أقسم لهم؟ أقسم لهم أنت نهار أحد ما عندي ما نعمل لا حجمت لا لحيتي لا حددت سوريتي نقعد نقسم الفروخ يا هذا يقسم لهم أوكي قد إيه من الكراسة؟ 18 قد إيه من صغير؟ تعرف شلون؟ 3 قد إيه باي كل واحد؟ تعرف شلون؟ 6 قد ايه من كراسة؟ 18 قد ايه من صغير؟ 3 باي كل واحد؟ 6 combien de garçons pas combien d'enfants amende s'il te plaît allez hack c'est quoi la différence elle est énorme خاطر كي يبداو عندك زوز صغار وطفله تولي تقسم على 5 مادام عندك 18 كراسة هذا 18 كراسة 18 على 5 13 على 4 اكسبوزون متر كاري دو بي 8 على 25 3 نستحضر بواحد هذايا بلا طفلة بيتكم حسيت المرة تطلع طلع دونك هذوما 3 كرارس 3 كرارس من هنا تقعد لنا 1 2 3 4 6 7 من هنا نقسم تقعد كراسة بالبوا 3 دوبل فايات تقسم حسابك ولي باي الطفلة 3.6 باي الأولاد 7.2 7.2 وكفاية الله المؤمن لنا شر القتال هز لولادك تما عادش يتعاركوا مادام هذيك هي قصدك هذيك هي هز فهموني عندكم 3 صغار يقسم على 5 منين جابهم اصغر الاخرين ما نعرفش البنت الحاج يرحمه يا حسره خالص حنان الزوزه اللي ما صغيرين
ولادي وبلا ويدك نسيتيهم ولا اكلتهم القطه. يا هذاك هو انا قلت متي ولادي يعني زوز المحمد وزوز العلولو وشنشينا الزحار وشنشينا لك مقصوفة سلاء هكا
في يوم الثلاثاء الموافق للسابع من شهر مارس 2017 أنه بموجب علام الوراثة الصادر بتاريخ 3 فبراير 2017 قد صدر قرار المحكمة بتحقيق ووفاة ووراثة المرحوم فلان بن فلان وصار ورث في أولاده فلان وفلانة ويستحقان باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فقط من غير شريك ولا وارث آخر ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر هذا تركة المرحوم ترك المرحوم عدد 3 أملاك بينهم كالآتي أولا مرض السكري بقدر 3.5 غرامات من السكر في الدم ونقص كلي في هرمون الأنسولين مع بعض التأثير على الانتصاب وضعف جزئي للممارسة الجنسية وهو مرض مزمن وغير معالج ثانيا مرض انسداد الشرايين ترك المواد الدهنية في عدد 2 شرايين المؤدية إلى القلب ما يعاق في تدفق الدم وهو مرض مزمن وغير معالج ثالثا مرض البوسوفير نوع ب بنسبة 60% من بيربولين في الجسم بنسبة 45% من التهاب الكبد وهو مرض غير مزمن لكن معدي كتاب؟ كتاب؟ أكيد وين رجعت؟ للأختي شو عملنا توا؟ اللي تراه صالح قالو سيدي خويا باهي شو كيفاش؟ خذ انت السكر زيد خذ بوسوفير واعطيني انا انسداد الشرايين اوكي؟
ما زالت حاجة واحدة متر حسن معنا إن شاء الله قبل لا تنتهي مأموريتي متر حسن تممها. هو المساواة ما بين المرأة والرجل موجودة في كل بقعة، في المدرسة متر حسن معنا، في المعمل، في الفلاحة، في حتى في البوليسية، أو ما داخلين داخلين في البوليسية، في الباب متر حسن معنا، فهمت ولا؟ إلا في الإرث، علاش؟ تاخذ شطر متر حسن ولا ذكري متر حسن لحد الأنثيين، هذاك الوقت اللي كانت الرجال قوامون على النساء. فعلاً الراجل متر حسن معناها كانت منتهى منتهى العدالة بالنسبة لما كانت عليه المرأة يتفرف طفلة يدفنوها ويورثها ولدها متر حسن، أعطاها ربي النصف. تو هي ولا تخدم هي نفسها. بل هي ربما تقوم على على تقوم بخوها الاصغر منها وامها هجاله. عادت مرات متر حسن، يا مرتي متر حسن معناها شكون اللي قرا المنظر من خوها المنظر؟ هي مسكينه خدمه الفلاحه متر حسن تاع تراكتورات على كذا، فهمت ولا؟ باش قرات تو هذا يجي متر حسن وقت اللي يجي مشهور تقول ما خلاش حاجه تاخذ هي النصف وهو هو يقبل العقل. اجتهاد شنو تيمو؟ إنسان يطور الأحكام بحسب تطور المجتمع. علينا اليوم رؤية تحديثية تجعلنا نواجه الصعوبات الحقيقية
المرأة في تونس بعد اليوم. ولبس الليباتير سيدي. ضحايا المجتمع لبس الليباتير سيدي. حقوق المرأة العامة سيدي. مشاركة سياسية لبس الكيفي. بالطبيعة مع المشاركة. وبربي حقوق الفلاحات سيدي. مجلس وطن لحمة حقوق الفلاحات سهل. كيف؟ وحق الأم في سند حقوق أبنائها. بالضرورة. والمساواة المشاركة الشاش سي الشي حق لكل مواطنة في تونس. أمك عندها الحق في سي الشي واختك ومرتك. والمساواة في الأرض سي كيفي. والمساواة في الأرض. كيف هو؟ وعلاش ما نورثش كيف هو؟